أنت متهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بمصالح أمن الدولة العليا. أنا؟ ده أنا غلبان يا باشا. سعادتك أنا لا يمكن أضرب مصالح بلدي ولا يمكن أتجسس على بلدي لصالح أي حد. أمال تفسر بإيه المعلومات والمكالمات اللي أنت سجلتها ورحت بعتها لما كنت شغال في شركة الاتصالات؟ يا باشا المعلومات على قفا ما نشيل، وبعدين إحنا في عصر المعلومة يا بيه. تستقبل يلا ولا إيه؟ هبعت أجيب ماما. كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا هي جت عليا؟ وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم على النت بتكون رايحة جاية. يعني اللي على النت حاجة واللي أنت عملته حاجة تانية. يا باشا دي معلومات عادية. هو التجسس إيه غير بيع معلومات؟ ممكن تكون عادية بالنسبة لك لكن مهمة لغيرك. شكلك كده ملاوع ومش هتيجي بالذوق. أنا فعلا فعلا بعت معلومات وقبضت الثمن، بس ما كنتش عارف إن هي المخابرات أجنبية. وتبيع ليه من أصله؟ لأني فقير. فقير ما صدقت لقيت أي حاجة عندي ممكن أبيعها. ما سألتش نفسك يا روح أمك. هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يالا! ما سألتش! كان كل اللي منها بيع بكام؟ باشا بلدي ما تتقدرش بفلوس. البلد دي مليانة فلوس بس مش مع كل الناس. انت عقود بقى! أو من غلبي طول عمري بتخوف في دوامة فقري. مفيش مرة واحد فكر اني مد ايده ويساعدني. الفقر عمره ما كان مبرر للخيانه وقله الاصل. في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تخون اهلها وناسها. مش كل الناس يا باشا، مش كل الناس. في ناس مستعده تبيع عين من عينيها او عين من عيالها علشان تدوس على الفقر اللي طحنها. انما صدقني يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكه، انما لو ما عرفناش بنتحول غصب عننا لشياطين علشان نقدر نعيش.